السلام عليكم. انتفاضة تشرين تدخل شهرها الثاني بقوة سلمياتها وإصرارها على إسقاط النظام في العراق، على الرغم من سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين من المتظاهرين في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى. خطاب رئيس الجمهورية برهم صالح أتى متأخرا كثيرا، حيث لم يقنع المتظاهرين بالعودة أو التراجع عن مطالبهم المتمثلة بإسقاط النظام برمته، بل على العكس جوبها بردود غاضبة من قبل المتظاهرين الذين ذكروا أن حكومة المنطقة الخضراء تلعب في الوقت بدل الضائع بحسب مذهب كرة القدم. وهذا الرفض ينطبق على خطبة المرجعية التي وجدها المتظاهرون أنها تغازل تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي الذي على صوته على صوت الحكومة وقادة العملية السياسية بأحزابها كافة. قمع الحكومة لم يتوقف عند حدود الغازات المسيلة للدموع، بل تعداها إلى استخدام غاز الخردل السام، وعلى أثره دعت مفوضية حقوق الإنسان إلى التحقيق في هذه المواد المستخدمة لقتل المتظاهرين. وكالة فرانس بريس قالت إن الحكومة في بغداد تواجه شللاً في جميع مفاصلها، أما منظمة العفو الدولية أكدت أن عدم المساءلة عن عمليات القتل الذي تنفذها الميليشيات والقوات الحكومية ما هو إلا رسالة بالقتل والتشويه دون الخوف من العقاب. الموقف العربي جاء على استحياء، حيث دان البرلمان العربي قتل المدنيين المتظاهرين واكتفى بذلك. أما المجتمع الدولي فقد انحسر بزيارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينس بلاسخارت إلى ساحة التحرير، وصرحت قائلة إن الحكومة العراقية ليس بوسعها أن تعالج بشكل كلي تركة الماضي والتحديات الراهنة خلال عام واحد فقط من عمرها. مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه المحاور وغيرها ينضم إلينا في الاستوديو الباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي، وسيلتحق بنا عبر سكايب من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل، وعبر الهاتف سيكون معنا من بغداد الصحفي أحمد الجميلي. مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ حوارنا نتابع وإياكم هذا التقرير. ها هي انتفاضة تشرين تدخل شهرها الثاني بقوة سلميتها وإصرارها على إسقاط النظام في العراق، على الرغم من ما تواجهه من قتل واعتقال من قبل القوات الأمنية والميليشيات المدعومة من إيران. مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين من المتظاهرين في بغداد والمحافظات جعلت جدوى الحماس تتقد وتتسع بشكل كبير ما وضع حكومة عبد المهدي في حي صبيص وتمخض جبل السلطة في المنطقة الخضراء، ليلد خطاباً لرئيس الجمهورية برهم صالح مليئاً بالوعود التي جوبهت بردود غاضبة من قبل المتظاهرين الذين أكدوا أن المشكلة الحقيقية تكمن في كل الطبقة الحاكمة وأحزابها. لا أريد أحزاب، ما أريد حكومة. اللجان المنظمة للتظاهرات قالت في بيان لها إن حكومة المنطقة الخضراء تراهن على عامل الوقت لإنهاء انتفاضة تشرين المطالبة بإسقاط النظام، وأشارت إلى أن المنتفضين في عموم العراق سيفاجئون تلك الحكومة في الأيام المقبلة بخطوات سلمية أشد وأنكى من التظاهرات والاعتصامات. كما أكدت اللجان على أنه كان يتعين على ممثل مرجعية النجف أن يندد بتصريحات خامنئي والمسؤولين الإيرانيين الذين وصفوا المتظاهرين بالمشاغبين، ودعوا الميليشيات والموالين لهم في السلطة إلى استخدام القوة لقمع المتظاهرين. من جهتها، دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق إلى التحقيق بالمواد المستخدمة في القنابل الغازية المسيلة للدموع التي تستخدم لقمع المتظاهرين، مؤكدة أنها تحوي مواد حارقة وأن التزايد المستمر في أعداد الضحايا دليل عدم جدية الحكومة في إيقاف العنف المفرط ضد المتظاهرين. أما وكالة فرانس بريس فقد قالت أن الحكومة في العراق تواجه شللاً في جميع مفاصلها مع دخول التظاهرات في البلاد شهرها الثاني، مع الاستمرار في المطالبة بإسقاط النظام. منظمة العفو الدولية أكدت أن السلطات الحكومية في العراق تستخدم قنابل غاز من النوع الخطير لقتل المتظاهرين، وأن عدم المساءلة عن عمليات القتل والإصابات غير القانونية على أيدي قوات الأمن يرسل رسالة مفادها أنه يمكن القتل والتشويه دون الخوف من العقاب.
عربياً لم يكن الموقف على مستوى الحكومات يتناسب مع طموحات المنتفضين في العراق، في بيان متواضع أدان فيه البرلمان العربي قتل المتظاهرين المدنيين، مؤكداً على ضرورة إحالة المتورطين في قتلهم إلى القضاء. ويبدو أن التظاهرات التي أعادت بحسب مراقبين الهوية الوطنية العراقية تتحلى بقدر عال من الوعي في شعاراتها وانضباطها ونبذها للطائفية وتحميل إيران وأذنابها مسؤولية ما جرى ويجري للعراق. إذن مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في برنامج تحت الضوء. هذه الحلقة سنناقش الانتفاضة في شهرها الثاني، إصرار شعبي ثابت على إسقاط النظام. نبدأ بضيفنا من بغداد الصحفي أحمد الجميلي. أحمد، وكالة رويترز أفادت بمقتل 5 متظاهرين في الأقل وإصابة العشرات جراء إطلاق القوات الحكومية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، وذلك حدث قرب جسر الأحرار في منطقة السنك في بغداد. هل حدثتنا عن ذلك بشيء من التفصيل أحمد؟ نعم، عند عصر هذا اليوم توجه المئات من المتظاهرين بالقرب من جسر الأحرار. نعم. وكذلك في التقاطع القريب من شبكة الإعلام العراقية عند شارع حيفا، توجه المئات من المتظاهرين نحو تلك المناطق وقاموا بالتجمهر وقطع الطرق المؤدي إلى منطقة الصالحية فيها السفارة الإيرانية ووزارة الخارجية، وهي منطقة العلاوي المعروفة بهذا الاسم. نعم. وعندما تجمهر المئات من المتظاهرين، بادرت القوات الأمنية بإطلاق الرصاص الحي فوق رؤوس المتظاهرين، وكذلك تدخلت قطاعات من قوات مكافحة الشغب وقاموا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية بمستويات منخفضة، ما أدى إلى سقوط 4 أو إلى 6 قتلى من المتظاهرين. نعم. وأيضا العشرات من الجرحى. التيارات الإسعاف توجهت من ساحة التحرير باتجاه منطقة السنك وكذلك باتجاه شارع حيفا من أجل إسعاف المصابين ونقل القتلى إلى دوائر الطب العدلي. نعم. أحمد، ماذا يريد المتظاهرون من الذهاب إلى السفارة الإيرانية؟ ما الهدف من وراء ذلك؟ نعم، المتظاهرون في الحقيقة يعني ضاقوا ذرعا بما يصدر من تصريحات من السلطات الإيرانية تجاه حركة احتجاجات والانتفاضة الجارية في العراق، لعل آخرها وصف أحد المسؤولين الإيرانيين المتظاهرين العراقيين بأنهم أحفاد الإنجليز وبأنهم مخربون وبأنهم مدفوعون من جهات إقليمية ودول عربية. نعم. لذلك المتظاهرون أرادوا إيصال رسالة من أن الوجود الإيراني في العراق قد انتهى، يأتي يوم 1/10 ولا يسمح بعد هذا اليوم ولا يسمح بعد هذه الانتفاضة أن يستمر الحال كما كان قائما من نفوذ إيراني وميليشيات منفلتة تحمل السلاح وهي تعتبر نفسها خارج سلطة القانون وخارج سلطة الدولة، وهي الحاكم الحقيقي للبلد. لذلك المتظاهرون على وعي تام من أن هذه الحالة يجب أن تنتهي ويجب أن يحترم فيه المواطن وتسود فيه سلطة القانون الحقيقي، ويجب أن يتحكم في البلاد سلطة حاكمة جهات الشعب العيش الكريم وتوفير مقومات الحياة الكريمة. طيب أحمد، في سؤالي الأخير، أعرف أنك يعني في ساحة التحرير في بغداد مع المتظاهرين، تعتقد أن الحكومة في بغداد تواجه شلل في جميع مفاصلها مع دخول التظاهرات في شهر الثاني؟ بحسب ما ذكرت وكالة فرانس بريس، هل الحكومة تواجه شلل حقيقي مع امتداد هذه التظاهرات وكثافة الأعداد؟ نعم بالتأكيد، ولعل خطاب عادل عبد المهدي الأخير
يعكس بشكل واضح حالة التخبط وحالة الفوضى التي تعيش فيها المنطقة الخضراء جراء الاحتجاجات التي أصبحت يعني تخرج في جداد. الطرق الحيوية أصبحت تحت سيطرة المتظاهرين، مفاصل الدولة الاقتصادية أيضا أصبحت تحت تأثير وتحت سيطرة المحتجين كما رأينا في القصر وكذلك في بقية المحافظات العراقية. وأيضا لعل مسألة العام الذي الآن يطبقه المتظاهرون في دوائر الدولة وكذلك طلاب الجامعات، قد حكومة المنطقة الخضراء كثيرا وأدخلها في حالة إنذار تنذر بأن عمر هذه الحكومة إن شاء الله سيكون أيام. نعم، أنا أشكرك من بغداد الصحفي أحمد الجميلي، شكرا جزيلا لكم. أستاذ حسين آسف تأخرنا عليك، لكن لابد هو موجود في ساحة التحرير وذلك أخذنا منه بعض المعلومات أفاد بها وأبدع فيها الأخ أحمد الجميلي الصحفي من بغداد. ذكر أحمد رسالة عادل عبد المهدي الأخيرة يوم الأحد الماضي، دعني أقرأ لك هنا. يقول إن الوقت حان لتعود الحياة إلى نسقها بعد شهر من التظاهرات. ويقول أيضا عبد المهدي إن المظاهرات الشعبية حققت كثير من أهدافها، هذا كلام عادل عبد المهدي، وأدت إلى حراك سياسي واسع. كيف تعلق على ذلك؟ يعني حقيقة وكأن السيد عادل عبد المهدي ليس رئيس وزراء العراق. نعم. السؤال، هل استجبت للمطالب المتظاهرين حتى تعود الحياة الطبيعية؟ نعم. الجواب لا. الغريب أن في الحكومة العراقية بالرئاسات الثلاثة جميعها تتكلم بأسلوب براغماتي، تدعي أنها مع المتظاهرين وتدعم المتظاهرين وكأن المتظاهرين لم يخرجوا على هؤلاء. نعم. وكأنهم خرجوا علينا نحن. نعم. هذه الازدواجية في الخطاب مع المعالجة الأمنية على الأرض أفقدت الحكومة الثقة، أفقدت الشعب العراقي الثقة بهذه الحكومة. نعم. اليوم لا يوجد ثقة، أنت كيف تعالج الأرض بالأسلوب الأمني وقتلت المئات وآلاف الجرحى، ومن ثم تقول نحن نستجيب لهؤلاء، ومن ثم تقول نريد الحياة أن تعود إلى طبيعتها. كيف تعود الحياة إلى طبيعتها وخرج الملايين ولم تستجب لهم؟ ولكن عادل عبد المهدي يقول أيضا في هذا التصريح في خطابه الأخير، الواضح أن عبد المهدي لم يخرج هو بقراءة الخطاب، ولكن قناة العراقية الحكومية هي التي أوردت هذا البيان. هناك من يقول أن عادل عبد المهدي ربما تمارس عليه الإقامة الجبرية، تستبعد ذلك أستاذ حسين؟ هناك ما هو يقين أن هناك جهات فوق الدولة وفوق القانون. طيب. هذا ما هو يقين في العراق. فكيف يعني في هذه الأزمة إذا ستبرز هذه الجهات التي هي فوق القانون وفوق الدولة؟ طيب. فكل شيء محتمل، كل الاحتمالات واردة. طالما هناك جهات تمارس ممارسة فوق القانون وفوق الدولة، فكيف بها وماذا ستمارس عندما تكون هناك أزمة تهدد النظام السياسي؟ نعم. فلا يستبعد كل ما يقال عن السيد عادل عبد المهدي بأنه سواء مخفي أو معتقل أو مضغوط عليه من قبل إيران أو من قبل الميليشيات الموالية لإيران التي هي تعتبر الدولة العميقة والتي تدير المشهد العراقي. نعم. هي من تدير المشهد العراقي، فكل الاحتمالات واردة. طيب، هل الأستاذ عبد القادر النايل جاهز عبر سكايب؟ هل الأستاذ عبد القادر جاهز؟ اهلا. نعم. وسهلا بكم استاذ عبد القادر، مرحبا بكم، اسف تاخرنا عليك استاذ عبد القادر. اهلا وسهلا بكم، التحيه والتقدير والاجلال للعراقيين من الشباب المنتفضين في ساحات بغداد والمحافظات. نعم. فلقد صنعتم حقيقه عوده وطن، وقد كسرتم الطائفيه، وبكم ينهض العراق الذي انعطف انعطافه تاريخيه في جراء ما حدث له من انتكاسة بعد الاحتلال. طيب. والرحمة للشهداء الذين روت دماءهم أرض الرافدين، والشفاء العاجل لجرح المتظاهرين. تحية لك ولضيفك ولمشاهدي قناة الرافدين التي باتت هذه القناة صوتا حقيقيا لهؤلاء الذين أوصلوا رسائلهم من ساحة التحرير شاكرين موقفها. طيب. الذي ساند العراقيين في إظهار كلمة الحق وكلمتهم، والتي يعول أن تكون الناقل الأمين لكل ما يريدون من غير تزويق أو من غير حقيقة غب على مطالب المنتفضين في ساحات العزة والكرامة. أستاذ عبد القادر، شكرا لهذا الإطراء، شكرا لهذه الكلمة.
أبدأ معك. أنا بدأت مع الأستاذ حسين السبعاوي بيان لعادل عبد المهدي، ولكن أبدأ معك بخطاب رئيس الجمهورية برهم صالح. يقول برهم صالح في خطابه الأخير أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أبدأ موافقته على تقديم استقالته، وطالب الكتل السياسية بالتفاهم على إيجاد بديل مقبول. وقال برهم صالح: سأوافق على إجراء انتخابات مبكرة واعتماد قانون انتخابات جديد، سوف نستبدل مفوضية الانتخابات الحالية بأخرى جديدة. لماذا هذا الخطاب لم يقتنع به المتظاهرون في بغداد وبقية المحافظات؟ ما سبب في ذلك؟ لأن المتظاهرين يعلمون تماما، والشعب العراقي قد سربت لهم اجتماع قاسم سليماني عصر أو مساء يوم الثلاثاء عندما جاء إلى المنطقة الخضراء وأوعز إلى عدم استقالة عادل عبد المهدي، وأوعز إلى رئيس الجمهورية برهم صالح بأن يكسب الوقت والبرلمان كذلك في خطة منهم لاحتواء الموقف عبر طول المسافة وإيجاد آليات أخرى بالقمع وبالخطف وبعمليات الترهيب ضد المعتصمين وضد المتظاهرين في عموم العراق. لذلك حقيقة وضعت خطة، وهذه الخطة يشرف عليها تحديدا إيريج مسجدي السفير الإيراني الذي يتخذ من مبنى التشريفات في مجلس الوزراء مقرا له، وبالتالي هو صاحب القرار الأول على ميليشيات الحشد بكل تفاصيلها ومن خلال أمنياتها وعسكريتها، وهو يقود الملف العسكري في مواجهة المتظاهرين. لذلك كل هؤلاء أصبحوا من رئيس الجمهورية إلى عادل عبد المهدي إلى رئيس البرلمان كلهم جنود يأتمرون بالخطة الإيرانية التي تفضي إلى قمع المتظاهرين. لكن الشعب العراقي والشباب والمنتفضين يعني فاجأوهم بخطوات لاحقة. هذه الخطوات تمثلت بخروج القمصان البيضاء من الطلبة والطالبات، هذه الخطوات ذهبت باتجاه الاعتصامات، والمرحلة الثانية اليوم هي التي بدأت في انعطافة جديدة للثورة العراقية والانتفاضة انتفاضة تشرين، وهو الخروج عندما كانت هناك معلومات مبيتة عن هجوم على المطعم التركي الذي يسميه المعتصمون بجبل أحد. هذا اليوم ليلة هذا اليوم باغتهم الشباب العراقي والمناطق العراقية، وهذا يؤكد إصرار العراقيين والعقل الجمعي فيما بينهم، باغتوهم بمظاهرات في منطقة العلاوي التي دخلت اليوم اعتصاما حقيقيا رغم أن هناك شهداء هناك قمع. الآن ما يجري حقيقة هو مسك ساعة العلاوي لتكون ساعة اعتصامات، ثم باغتوهم في منطقة الصالحية في تطويق التلفزيون الحكومي. لذلك حقيقة الخطوات المتسارعة والانعطافة أفشلت جميع الخطوات، ومنها خطاب برهم صالح الذي هو ليس إلا ذر الرماد في العيون، ليس إلا أنه يهدف إلى كسب الوقت لصالح الخطة الإيرانية التي تضي إلى قلع الانتفاضة وقتل أكبر عدد من المنتفضين. طيب. وهنا أقول معلومة مهمة بثواني. أبو مهدي المهندس هذا المجرم قال لو قتلنا 10 مليون عراقي لم نتراجع إلى الخلف. إذن هم يعلمون تماما أن نهايتهم باتت وشيكة، ولذلك الإجرامي هذا هو الذي يدفعهم بهذا الإطار. أستاذ عبد القادر يرجى أن تبقى معنا. أستاذ حسين، صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقول إن الهجوم على القنصلية الإيرانية خاصة في مدينة كربلاء، وتؤكد بأن هناك علامة تصاعد ببغض ويعني إسقاط النظام، نظام الملالي الموجود داخل العراق. أنت كيف ترى حتى في بغداد، يعني حتى في كربلاء ذهبوا إلى القنصلية الإيرانية ورفع العلم العراقي، كيف تبعتم ذلك وما هو يعني أهداف ذلك من وراء كل هذه الأعمال؟ يعني أولا هي رسالة قوية لإيران برفض مشروعها في العراق ورفض هيمنتها على العراق، هذا أولا. ولكن أهم في هذه المظاهرات أنه الذهاب إلى القنصلية وإنزال العلم الإيراني ورفع العلم العراقي، هذه أفضل مكسب حققه العراقيين لحد هذه اللحظة، لأن هناك المكاسب كثيرة، ولكن هذا المكسب بحرق المشروع الإيراني وحرق العملية السياسية المبنية أسس طائفية من خلال ذهاب المتظاهرين إلى القنصلية الإيرانية وأنزال العلم، بمعنى أنه لا مكان للمشروع الإيراني في العراق. ولا ننسى أيضا أن القنصلية أين مكانها وأين جغرافيتها، هي في مدينة كربلاء، ومدينة كربلاء كانت تعدها إيران بأنها الحاضنة الشعبية الكبيرة وعمق الحكومة استراتيجي، فجاءها الرد من الأقرب
لهذا ممكن لو القنصلية الإيرانية في الموصل أو في الرمادي كانت تهموا هؤلاء المتظاهرين بالدحشنة وإلى آخره، أو هؤلاء يرفضون، لكن عندما يأتي الرفض من كربلاء ومن البصرة ومن بغداد ومن المدن الجنوبية، فهذا الرفض له معاني كثيرة وقيم كثيرة أيضا. فهذا الرفض هو له قيمة كثيرة، وأفضل قيمة هو رفض المشروع الإيراني في العراق. أستاذ عبد القادر، زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي يعني نفى الاتهامات الموجهة للمرشد الإيراني علي خامنئي بأنه هاجم التظاهرات وأيضا وصفهم بالمشاغبين، واتهم زعيم ميليشيا العصائب اتهم الموساد الإسرائيلي، قال إنه يتخذ من محافظة السليمانية محطة له، وأن إحدى الرئاسات الثلاث متهمة بأنها تؤوي هذه الموساد الإسرائيلي. كيف راقبتم وتابعتم تصريح قيس الخزعلي؟ أولا هذا اعتراف على أن العملية السياسية متورطة بأجندات خارجية وتتبع ولاءات متعددة، ويتبع إيران وأحد الرئاسات الثلاث يتبع الكيان الصهيوني، وهذا يؤكد على أن العراقيين يثورون على عملية سياسية اشتبه فيها جميع الموبقات. لذلك الحقيقة هذا يؤكد نقاوة التظاهر العراقية أمام قلع هكذا. هذه أولا. وثانيا، المفروض الادعاء العام في العراق والقضاء أن يستدعي قيس الخزعلي لتدمير هذه الإفادة وإصدار أمر قبض على أحد الرئاسات الثلاث، وهو أظنه رئاسة الجمهورية لأنه وصف السليمانية وبرهم صالح من السليمانية. لكن ينبغي أن يكون هناك تحقيقا واضحا. ثالثا، فيما يخص ادعائه بأن المرشد الإيراني لم يتجاوز على الشعب العراقي، هذا محض افتراء لا قيمة له، لأنه هو كتب بنفسه على صفحته الشخصية ووصف بأن هؤلاء مشاغبين ودعا أنصاره إلى اقتلاعهم، ثم عزز ذلك خطيب جمعة طهران الذي هو الناطق باسم قنطري، وقال أن هناك شيعة الإنجليز. وهو حقيقة شتم للمكون العراقي موحدي الشيعي كرمان. وهذا ما لا يسمح به العراقيون أن يتجاوز هذا. اسمه موحدي كرمان، خطيب طهران. نعم. خطيب. هذا تأكيد ثاني، لأن قضية التغريدة أو التصريح لخامنئي كانت قبل يومين، وثم جاءت خطبة الجمعة ليؤكد هذا الدعي أن يتجاوز على أحد المكونات العراقية وعلى عشائر عربية وعلى مكون رئيسي في العراق بهكذا الفرق. هم يعلمون تماماً من الذي جلبهم سوى الطائرة الفرنسية. لذلك العراقيون حقيقة كلهم مجمعون على رد هكذا شتم وهكذا تدخل سافر، لأنه حقيقة إذا كان هو ما له هو مال العراق، أو لماذا يتدخل بالشأن العراقي؟ ولو كانت هناك حكومة وخارجية ورئاسة جمهورية، ولو كان قيس الخزعلي ولاءه للعراق لرد هذه الشتيمة على صاحبها بطريقة واضحة، لكن هؤلاء كلهم يتبعون وكلهم أدوات لخامنئي ولإيران، فلذلك يصمتون ويبررون. أما الشعب العراقي في جنوبه في وسطه في شماله في غربه يرفض هذا التدخل السافر، ويرفض أن يصف العراقيين بهكذا وسط. وبالتالي ردوا عليه بالميدان بطريقة واضحة، والعراقيين اليوم موحدون ضد المشروع الإيراني. لكن هنا فقط سنأتي على هذه النقطة من المعتصمين. سنأتي على هذه النقطة أستاذ عبد القادر، سنأتي على هذه النقطة. هناك وحدة غير طبيعية، وحتى الحكومة يعني نفسها يعني انبهرت بهذا التكاتف وهذا التكافل بين المتظاهرين في ساحة التحرير وبقية الساحات في العراق. ولكن أنتقل إلى أستاذ حسين. أستاذ حسين، الطبقة السياسية اليوم يعني تعاني من انقسامات بين أطراف موالية لإيران وأطراف موالية للولايات المتحدة، رغم إصرار المتظاهرين على كنس كل هذه الطبقة الحاكمة من العراق. الكلمة الفصل لمن ستكون؟ لمن ستكون بالأخير؟ حقيقة كلمة الفصل هو للشارع العراقي، للشعب العراقي، هو صاحب القرار، صاحب القرار في كنس هؤلاء جميعا الذين ثبت ارتباطهم بالقوى الخارجية المعادية للعراق، وليس قوى خارجية مطلقة بل قوى خارجية معادية للعراق. فالكلمة هي للشعب العراقي، وقد
قال كلمته وحقق الكثير من الإنجازات، وأول هذه الإنجازات هي المصالحة الوطنية بين الشعب العراقي في جميع مكوناته. اليوم الشعب العراقي ما حد يسألك أنت سني لو شيعي وأنت اسمك فلان ومن أي مكان. اليوم تجاوز هذا الشعب العراقي، وهذا الهدف الرئيسي الكبير الذي تحقق عجزت عنه كثير من القوى لتحقيق مثل هذا الهدف. مكسب شعبي ووطني. نعم. مكسب وطني. نعم. كبير. كانت الحكومات المتعاقبة هي الحائل ما بين المصالحة الوطنية للشعب العراقي وما الذي يتعارض مع مشروعها الطائفي. نعم. فإذا الكلمة الحقة هي للشعب العراقي وقد قال كلمته، لكن هذا لا يمنع أنه لابد أن تكون كلمة للمجتمع الدولي ينصر فيها المجتمع العراقي، لأن هذا العراق هو جزء من المنظومة الدولية، جزء من المنظومة الدولية، فلابد أن تكون كلمة ورأي وقرار للمجتمع الدولي. للأسف أنه كان آخر قرار أو آخر كلمة قالها بومبيو بأنه على الحكومة العراقية أن تستمع إلى مطالب المتظاهرين. طيب. كان عليه أن يقول أن تستجيب وليس أن تستمع. كان عليه أن يقول. نعم. أن تستجيب، وهذا فقط التصريح الوحيد الذي صدر من الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن. نعم. إحنا ننتظر اجتماع لمجلس الأمن، ننتظر دول الكبرى أن تدلي برأيها وتقول رأيها فيما يجري على الشعب العراقي من قتل وتنكيل ورفض المشروع الطائفي ورفض الهيمنة الإيراني. لحد هذه اللحظة هم غائبين. طيب أستاذ عبد القادر، المجتمع الدولي يعني الأمم المتحدة سكتت عندما تم احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وبقية الدول، هل يعول المنتفضون في ساحات الشرف والكرامة، ساحات التحرير وساحات النسور وأيضا بقية الساحات في ساحة الحبوب في ذي قار وبقية الساحات في البصرة وغيرها من المحافظات، هل نعول على المجتمع الدولي؟ هل يعول المتظاهر الذي خرج أبو التوك توك؟ هل يعول على حل من قبل المجتمع الدولي؟ أولا الشعب العراقي وصل إلى مرحلة متقدمة من الوعي الذي يقوده الشباب المنتفض في العراق، والذي أسس لمرحلة العقل الجمعي أن العراقيون لابد أن ينتزعون حقهم بأيديهم، وقلناها ولعب الدور الإعلام الوطني كإعلامكم وقناتكم وآخرين لعب دورا في إفهام الشعب العراقي أن لا يمكن هناك ممكن أن يساند العراقيون إلا أنفسهم بأنفسهم، وبالتالي لذلك رفعوا شعار نازل أخذ حقي، وهذا النزول حقيقة هو أن يأخذ الحق بالأيادي. وقلنا أن هناك مفاجأة وأن الشعب العراقي هو القوة الثالثة بالمعادلة الدولية. اليوم كانت معادلة ما بين إيران وأمريكا، والعراق ساحة صراعات واضحة وأجندات كبيرة، الذي دفعوا بالطائفية ودفعوا بكثير من الميليشيات، بل أصبحت الأجندات الدولية على أرض العراق تتصارع. اليوم الشعب العراقي خرج بالقوة الثالثة وهو الأكبر، لأن الشعوب ستبقى وبالتالي هي من تستعيد وطنها وتستعيد استقلاليتها، والكل سيزول. الاستيطان يعني يضعف وينتهي الاحتلال، يمضي عليه وقت ويرى صلابة الشعب العراقي وينسحب، وهؤلاء الأطراف السياسية سينهارون بالتأكيد، والشعب العراقي وتضحياته هي ستكون منارة ونور للشعب العراقي أن يأخذ حقه. واليوم هناك تطورات مهمة، لذلك الشعب العراقي لا يمكن أن يعول على رؤية قرار مجلس أمن دولي ولا على قرار الأمم المتحدة، لا سيما أنه يعلم تماما، وهذه حقيقة ليست صاحب التوك توك يعلمها، يعني حدثني ممن أثق به قال صاحب التوك توك الذي نقل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة من أحد الشوارع إلى داخل ساحة التحرير قال لها، وهو يعني رجل بسيط ليس طالب جامعة أو كلية، هو يحتاج، قال لها أنتم حقيقة سبب دمار العراق وأنتم متعاونون مع الحكومة، لكن أخلاقنا تملي أن الضيف إذا يأتي نأخذه ونرحب به ثم يغادر ولا أمل بكم. إذا صاحب التوك توك قالها لممثلة الأمين العام، فما بالك بالمتظاهرين من الشباب، وهناك حقيقة شهادات متنوعة لطلبة الجامعات كلها سواء كانت طبية أو هندسية أو اقتصادية أو سياسية أو إعلامية، إذا هناك وعيا كاملا أن العراقيين يأخذون حقهم بأيديهم، وهذا ما سيحدث، والعناد العراقي شاهد على أنهم يثورون على من ظلمهم، وشوارع بغداد مليئة بقصص أنهم سحلوا كل حكام التبعية
للمشروع الأجنبي والمشروع الإقليمي في العراق. أستاذ حسين، كما ذكر الأستاذ عبد القادر النايل، يعني عندما قال شاب التوكتوك أنتم سبب دمار العراق لجينين هينس بلاسخارد الممثلة ممثلة الأمم المتحدة في العراق، المتظاهرون أعطوا رسائل قوية وذلك من خلال ما فعلوا في ساحة التحرير، هناك رسوم تنظيف للشوارع، إمداد خطوط الكهرباء للمطعم التركي، الإسعاف التوك توك، قوافل الطعام، خيم العلاج، هناك أطباء. يعني أنت ذكرت قبل اللقاء بأنه عندما كنا نذهب إلى أحد المستشفيات نبحث عن طبيب ولا نجده، الآن الأطباء موجودون في خيم الاعتصام، وهناك أناشيد وطنية وغيرها من هذه الأفعال الإيجابية الكثير. ما هي هذه الرسائل التي أراد المتظاهرون إرسالها وموجهة إلى من في هذه الأفعال؟ أول هذه الرسائل هو إعطاء الصورة الحقيقية البهية لبغداد للعالم. صورة العراقيين هاي الصورة البهية، وخاصة بغداد صورة بهية، نقلها للعالم بأنه هذه هي الحقيقة العراقية وهذه حقيقة بغداد، وما كان يروج لهم من إعلام الطائفي الحكومي سابقا ما هي إلا صورة سوداوية. هذا واحد. ثانيا أن هؤلاء المتظاهرين على مستوى عالي من الوعي، ليسوا كما يصورهم الإعلام الحكومي بأنهم مجموعة شباب بوبجي وإلى آخره. الأمر ليس كذلك، هؤلاء على مستوى عالي من الوعي وعلى مستوى عالي من التضحية والإيثار. أنا شاهد الدكتورة تتسلق العمارة لمعالجة مريض عندما ذكرت لك إياه. ثالثا هناك مشروع، أن هؤلاء المتظاهرون ليسوا فوضويين وليس بلا مشروع، هؤلاء يحملون مشروعا وطنيا يجمع الشعب العراقي، يجمع هذا الشعب الذي فتتوه ومزقوه. إذن هناك مشروع وهناك قيمة أخلاقية وهناك نقل صورة حقيقية لحضارة العراق وتاريخ البهي. إذن ماكو مشكلة بين الشعب العراقي، كانت المشكلة بالأحزاب. أبداً لا يوجد مشكلة بالشعب العراقي، وأعطوا الصورة البهية، واليوم تدخل إلى ساحة التحرير تجد العراق الحقيقي، هذا النموذج العراقي الفسيفسائي تجد كاملا في ساحة التحرير، ولا يجرى أحد يقول لك أنت من واسمك ومن أي طائف ومن أي مذهب. وهذا ما كان عليه العراق. لهذا السبب نقول أنه هناك عدة رسائل، منها سياسية ومنها تاريخية ومنها اجتماعية للشعب العراقي إلى العالم. أستاذ عبد القادر، بماذا تفسر حالة هذا التكاتف والتكافل بين المتظاهرين في سبيل تحقيق الهدف المنشود وهو إسقاط النظام برمته؟ من كان المسؤول لو نرجع يعني سنوات قلائل إلى الوراء؟ إذن من كان المسؤول عن الاقتتال الطائفي في عام 2006 و2007؟ إذا كان نلاحظ ونشاهد كل هذا التكافل والتكاتف الشعبي بين أبناء الوطن، حتى يعني أن ضيفي الأستاذ حسين السبعاوي قال عندما تدخل إلى ساحة التحرير لا يسأل من أي طائفة أنت وماذا اسمك. تفضل أستاذ عبد القادر. من المؤكد تماما أن ما صنعه العراقيون يدلل على معدنهم الحقيقي، ولذلك قوى كثيرة راهنت على أن العراقيون هو معدنهم الأصيل يوحدهم العراق. وعندما تقول أن هناك بلدا اسمه العراق يحتاج إلى عودة وإلى وقفة رجال وإلى وقفة شعب، تجد أن الشعب العراقي يتسابق لهذا الهدف السامي. لذلك العراق واستعادة وطن هو الذي وحد العراقيين وكشف الحقيقة النقية للشعب العراقي. ما حدث وطيلة السنوات الماضية هو مشروع دولي معلوم تماماً. الاحتلال الأمريكي جاء لتقسيم العراق وإيجاد خارطة الشرق الأوسط الجديد. هذا التقسيم لولا طهران قالها خاتمي لما سقطت بغداد. إذن إيران دخلت على مبدأ طائفية من أجل أن يكون هناك تمزيق للعراق على أساس المكونات والكونترات الطائفية. الأحزاب دخلت، لولا الطائفية لما استطاعت هذه الأحزاب أن تمثل، كل يدعي تمثيل مكون معين حتى ينال من كعكة العراق وملفه السياسي، وبالتالي يتم اختيارهم. لذلك الشعب العراقي في أول رسالة أنا أقول كسر الطائفية فيها، الذي يعلم تماما أنها لا ليست للشعب العراقي يوما، قاطع الانتخابات بنسبة كبيرة تماما. وهذا حقيقة دفع العراقيين أن يبحثون عن البديل. اليوم إذا قلنا أن الانتخابات لا يمكن التعويل عليها، لأن هؤلاء الأحزاب هم ذاتهم هم أنفسهم يتقاسمون فيما بينهم الأدوار في حكم العراق، وبالتالي ولاءهم ليس للعراق، متنوع ولاءهم كل لدولة معينة. وإيران تهيمن على المشهد
بالكامل الذي سلمت الولايات المتحدة لإيران العراق على طبق من ذهب منذ عام 2003 عندما جاءت من مرتزقتها التي ربتهم إيران ليحكم العراق. لذلك اليوم الشعب العراقي يضرب مثالا عن حقيقته التي أذهلت العالم وستذهل في الأيام القادمة، لأن العراقيين حقيقة يمتلكون تاريخا عميق وجذور كبيرة. هذه الجذور امتدت في 7000 سنة قبل الميلاد. فما الذي هؤلاء الذين يدعون أنهم يريدون تفجير العراق؟ وبالمناسبة نحن نعيش هذه الأيام في أول ثورة للعراقيين قبل 6000 سنة عندما انتفضوا على الفرس قبل الميلاد وطردوهم من العراق. لذلك العراق حقيقة يمرض لكنه لا يموت، لأن العراق رمح الله ورمح الله لن ينكسر. وهذا التاريخ يعيد نفسه، أن يرهب العراقيون الشرفاء ببلدهم وسيستعيدون بلدهم من أيدي الغزاة والطامعين ومن أيدي كل من لعب في العراق على وتيرة الطائفية وأراق دماء العراقيين. سيأتي هذا الحساب من الشعب العراقي، والشعب العراقي لن ينسى هؤلاء الشباب الذين يبذلون دماءهم وهم بكل شجاعة وعنفوان وهم يقتحمون صفوف أولئك الميليشيات والقوات الحكومية التي تقتل بلا هوادة من أجل أن يبقى المشروع الإيراني والطائفي في العراق. لذلك عندما ينهض العراقيون ستتكسر على صمودهم وعلى شموخهم جميع المشاريع الطائفية والأخرى التي من شأنها تريد تمزيق العراق، تريد إبقاء العراق ضعيفا. وبالتالي سيعود النفع ليس فقط على العراق، إنما سيعود على الأمة العربية والأمة الإسلامية، لأن العراق إذا نهض ستنهض المنطقة وبالتالي ستعود إلى مجدها ولأجلها. مشاهدينا الكرام، ضيوفي الكرام، سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم. مشاهدينا الكرام، تعرض بث قناتنا إلى تشويش، وقام الشركة نايلسات بالتغلب على المشكلة وعاد البث بشكله الطبيعي. ولمشاهدينا الكرام، لمن لا يعمل لديهم التردد الحالي أو عليه تشويش، يرجى اتباع ما يلي: حذف القناة من لائحة القنوات، إعادة بحث نفس التردد 12380 أفقي. إذا مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج تحت الضوء، والتي عنوانها الانتفاضة في شهرها الثاني إصرار شعبي ثابت على إسقاط النظام. أستاذ حسين، أجدد الترحيب بكم وبالأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ حسين، العصيان المدني العام المفتوح الذي يطال كل مؤسسات الدولة، هناك تخوف حكومي من أنه إذا ما دخل العصيان المدني حيز التنفيذ سيدخل الأمم المتحدة طرفا مباشرا على خط مطالب المتظاهرين، هل هذا وارد؟ هذا وارد. أعتقد المتظاهرين على مستوى عالي من الذكاء والتنظيم العالي المستوى، بحيث بدأوا المظاهرات وبدأ التصاعد تدريجيا، لم يأتوا إلى آخر خطوة مباشرة، بدأوا في التدريج، مما زاد الزخم، مما أعطى المتظاهرين صبرا ونفسا طويلا جدا، أزعج الحكومة. العصيان المدني سيحرج المجتمع الدولي، نعم سيحرجه، خصوصا في مواقفه لحد هذه اللحظة. تصريحات المجتمع الدولي هي خجولة وغير كافية، وليست دعما صريحا للمتظاهرين، بل المتظاهرين هو الشعب العراقي. عندما نقول المتظاهرين ليس فئة، بل هو الشعب العراقي. ليس داعما للشعب العراقي، فعندما يدخل المتظاهرين ويدخل الشعب العراقي في عصيان مدني كامل أو على الأقل 80-90% من الشعب العراقي، آنذاك سيحرج المجتمع الدولي وسيحرج الحكومة ويشلها شل كامل. أيضا هناك شخصيات داخل هذه المؤسسات لا يمكن أن تقبل بما يجري في العراق، وأعتقد سينحاز الكثير من المؤسسات في الحكومة العراقية إلى المتظاهرين في هذا الاعتصام. وأعتقد هناك خطوات تصعيدية أخرى يبقى المتظاهرين يستخدمها كلهم في وقته وفي زمانه. طيب أستاذ عبد القادر، يعني كما أنت مراقب للتظاهرات يوم بيوم، لحد هذه اللحظة لا توجد قيادات محددة لهذه التظاهرات. هذا يجرنا إلى سؤال:
إذا لم تستجب حكومة عادل عبد المهدي لمطالب المتظاهرين وهي إسقاط العملية السياسية برمتها، هل من الممكن تشكيل حكومة من ساحة التحرير في الوقت الراهن؟ من المعلوم تماماً أن الشعب العراقي قادر على أن يكون هناك حكومة، وبالتالي هو يمتلك كل القدرة. عندما يتم الاعتراض على الدستور، لأن الدستور اعتراضاً مهنياً قانونياً فيه فقرات تمزق العراق، فيه ليس فيه نظاماً سياسياً يمكن أن يجمع العراقيين، هو ليس عقداً جامعاً للعراقيين، هذا كله فهم سياسي كبير تماماً، وأنت تعلم تماماً أن الخبرات الموجودة للشباب كبيرة، فبالتالي خروج الطلاب والكليات وخروج ليس فقط للمراحل الأولى أو النهائية، حتى طلبة الماجستير والدكتوراه خرجوا. اليوم عندما نقول الجامعات العراقية نتكلم عن مجمل اختصاصات بديعة وكبيرة، نتكلم عن كلية العلوم السياسية، نتكلم عن كلية القانون، نتكلم عن كلية الطب، نتكلم عن كلية الشريعة، نتكلم عن كلية الاقتصاد. هؤلاء كلهم خبراء يستطيعون أن يشكلون حكومة ويستطيعون أن يشكلون مشروعا سياسيا كبيرا ينقذ العراق، وهم لديهم، وكل الشعب العراقي اليوم من كثرة الأحداث المتتالية عليه يستطيع أن يجعل برنامجا للنهوض العراقي. لذلك القدرة موجودة عند الشعب العراقي، وحقيقة أنا هنا في مورد المعلومات الدقيقة أن المتظاهرين لديهم أيضا تقدير عالي لقوة وطنية كبيرة وقوة شرعية استطاعت الوقوف بوجه العملية السياسية من 2003، وهذا محل تقدير لديهم. لذلك هم لا يريدون أن يذهبون إلا أنهم يبحثون عن الكعكة أو كيفية حكم العراق، هم يريدون أن يجتمع العراقيين لتأسيس نظام حقيقي عراقي، وبالتالي هذه الروح وهذا الإثار يؤكد تماما على قدرتهم على أن يجمعون الشعب العراقي، وقدرتهم على أن يتفق العراقيون، لأن العقل الجمع العراقي اليوم متفق تماما، وهذا هو معدنه الأصيل، على أنهم يستعيدون وطن. وكيف يستعيدون وطن إذا لم يكن هناك نظاما سياسيا وعملية سياسية حقيقية وعقد انتخابات حقيقي، وبالتالي قوانين يمكن الرجوع إليها تؤسس لسيادة العراق، لكرامة العراق، لسيادة اقتصاده واستقلاله من كل التبعات، وبالتالي يؤسس لحياة كريمة للعراقيين، سواء أن هناك وعي حقيقي يمكن أن يؤسس عليه هذه القضية. طيب أستاذ حسين، هناك يعني العدد قليل من المتظاهرين حقيقة، لنكون صادقين مع الناس، يعني يعاتب الجامعة العربية لا تصريح حتى تصريح حتى إدانة، فقط بأنه البرلمان العربي دان قتل المتظاهرين المدنيين وأكد ضرورة إحالة المتورطين إلى القضاء. أين الجامعة العربية؟ يعني ما السبب في سكوتها وفي صمتها؟ الجامعة العربية هي تمثل النظام ولا تمثل الشعوب، هذا ما يجب أن ندركه. طيب. وهي ترعى مصالح الدول الكبرى أكثر ما ترعى المصالح الوطنية وكذلك الأنظمة، فبالتالي لا يعول على الجامعة العربية في استبدال نظام واستبدال عملية سياسية، لأنها لا تدين نفسها. لهذا سبب لا يعول عليه. أما موقف البرلمان العربي، لا، هو في فرق ما بين البرلمان العربي وما بين الجامعة العربية. طيب. الجامعة تمثل النظام والبرلمان يمثل إلى حد ما قسم من الشعوب. هذا التصريح الخجول كان يفترض أن يكون يعني تصريح أقوى من هذا وأفضل من هذا التصريح، لكن للأسف لحد هذه اللحظة الشعب العراقي لم يعول على العمق العربي لحد هذه اللحظة، بمعنى الفاعل الإقليمي ضعيف في الساحة العراقية وليس الفاعل الدولي، إضافة للفاعل الدولي. طيب. الفاعل الإقليمي فقط إيران هي داعمة للحكومة العراقية بكل قوة بكل ثقلها، بينما الفاعل العربي الإقليمي العربي ضعيف جدا وكاد أن يعدم، وحتى المتظاهرين لحد هذه اللحظة ما زالوا يشككون، حتى لو أيدت بعض الأنظمة العربية الحراك العراقي والانتفاضة العراقية أيضا يشككون فيهم، لأنه غير قادرين أن يخرجوا عن عباءة النظام الدولي في دعم الشعب العراقي. فالقضية معقدة، ولكن الفاعل العربي ضعيف جدا ولا يعول عليه في هذه الانتفاضة. طيب أستاذ عبد القادر، لنعود إلى موقف عادل عبد المهدي، وكما أسلفنا في بداية البرنامج بأن عادل عبد المهدي يعني حتى في خطابه الأخير لم يخرج هو لقراءة البيان أو الخطاب الأخير. هناك من يرى أن عادل عبد المهدي هو مستعد للاستقالة، ولكن بعض السياسيين المحيطين به لا يسمحون له بذلك،
والسبب في ذلك على اعتبار أن الاستقالة تجعل المتظاهرين أقوى بكثير، ويستطيعون المتظاهرون يستطيعون أن يغيروا النظام متى شاءوا. هل أنت متفق مع هذا التعليل، مع هذا التبرير؟ أولا هذا التبرير حقيقة مع احترامي إليه يؤكد أن عادل عبد المهدي يريد الاستجابة. عادل عبد المهدي جزء من منظومة الوصاية الإيرانية على العراق في الملف السياسي، وهو خاضع وبالتالي هو جزء من هذه العملية، وبالتالي لا يكون أن يخرج من هذه العباءة. عادل عبد المهدي وصل لمرحلة الملل والمهاترات، أراد أن ينفذ بجلده لأنه يعلم تماما أنه الجرائم سيكون هو رقم واحد بما ارتكبت من قتل العراقيين والدماء التي سالت في محاسبته، وبالتالي هو يريد أن يهرب باتجاه بلده الثاني وهي فرنسا التي يملك جوازها ومعيشته وإقامته فيها. لذلك عادل عبد المهدي من هذا المنطلق أراد مكتسبات مادية ويخرج، لكن الإيرانيون لا يرون أن استقالة عادل عبد المهدي ربما ستتأخر في توقيع قرارات مهمة كصرف ميزانيات مالية، كشراء أسلحة، كعملية غطاء قانوني عن أن هناك رئيس وزراء، وبالتالي هو ليست القضية بهذا الغطاء بقدر ما أنها مصلحة إيرانية في بقاء عادل عبد المهدي وفرض عليه عدم الاستقالة. لأنه حتى اليوم معلومات تريدنا أنه بعد الاجتماع الذي جرى مع مقتدى الصدر أن هناك تراجعا لمقتدى الصدر في عملية المطالبة باستقالة عادل عبد المهدي. هذا يؤسس على أنه الآن من يحكم العراق هي جهة ليست هؤلاء الأطراف أو هؤلاء الأدوات، إنما يملى عليهم للتنفيذ. هذا الإملاء حقيقة هو لأن الإيرانيون لا يريدون أن يكون هناك أعمالا لديهم بلا غطاء قانوني، لأنه تعلم أن هناك تداخلا في الساحة العراقية على المستوى الأمريكي والدولي. لذلك طيب هم أستاذ عبد القادر بقائه. نعم أستاذ عبد القادر، أنا آسف للمقاطعة ولكن بقيت لدينا دقيقتان، أود سؤالك بالجواب بدقيقة لو سمحتم. هل أعادت انتفاضة تشرين الهوية الوطنية العراقية الحقيقية، وكيف تتوقع في قادم الأيام؟ ما هي توقعاتكم بدقيقة لو سمحتم؟ انتفاضة تشرين برزت الهوية العراقية التي أخفتها هذه الميليشيات وعززتها وانتصرت، وقادم الأيام ستكون مراحل صعبة على الحكومة، وبالتأكيد الشعب العراقي هو يتجرع الموت منذ 2003. لذلك ما يجري من تمكين وزيادة تمكين للإيرانيين في قمع المتظاهرين سيزداد، نعم، لكن الانتصار سيكون للشباب الواعي، ستدخل على خط الانتفاضة عشائر عراقية مهمة ومناطق مهمة أخرى ستعزز من وقفة العراقيين، وبالتالي العراقيون مستعدين لكل السيناريوهات التي يراد من خلالها اقتلاع التظاهرات، ومصممين على عودة وطنهم واستقلاله وسيادته وإن كانت هناك عدة مراحل. فالمرحلة النهائية ستكون بيد الشعب العراقي ومستعد لكل السيناريوهات التي يمكن أن تنفذ عليه. أستاذ عبد القادر أنا أشكرك شكرا جزيلا، آسف أخذنا من وقتك كثير، شكرا جزيلا، انتظرت معنا كثير. أستاذ حسين، هل أصبح الشعب العراقي يختلف 1/10، يعني يختلف عن قبل 1/10 وما بعد 1/10، هل أصبح أكثر وعيا، وكيف تتوقع الأيام القادمة؟ الشعب العراقي واعي قبل 1/10، ولكن الصورة الذي أعطاها المتظاهرين الصورة الحقيقية للشعب العراقي وأسقطت مشروع الحكومة مشروع إيران في العراق، هي مجرد أظهرت هذه الصورة البهية للشعب العراقي بالمشروع الوطني الذي يجتمع عليه العراقيين. فالفرق كثير، يجب أن يؤرخ ل1/10 وما قبل وما بعد 1/10 للشعب العراقي. على العراقيين أن يفتخروا بهذا التاريخ ويؤرخوا له، لأن الثورات يجب أن تؤرخ، وخصوصا التي تحمل مشروعا وطنيا، ليست التي تحمل مشروعا طائفيا وتبعيا للخارج. فمن حق العراقيين أن يفتخروا بهذا التاريخ ويؤرخوا له ويهتموا به، لأنها عادة اللحمة الوطنية إلى الشعب العراقي، وعادة صورة بغداد البهية إلى العالم العربي والإسلامي. شكرا جزيلا أستاذ حسين. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء نشكر الأستاذ حسين السبعاوي الباحث السياسي، وأيضا أتقدم بشكر الجزيل إلى الأستاذ عبد القادر النايل، حدثنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان، الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك نشكر الصحفي العراقي أحمد الجميلي، حدثنا من ساحة التحرير من بغداد. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.